السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونتحول إلى أين؟ إلى فاس. معنا السي السرغيني. سي طيب لاباس عليك سيدي. حياك الله مولاي. صح لاباس كدير سي طيب. بارك الله فيك. الله يطول عمرك وينجيك مولاي. كدير حبس احمد الشرعي لاباس عليه. الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. وهاد الناس اللي هما يعني توفاو في هاد الزنزانة الله يرحمهم ويوسع عليهم الله يجعل الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات ديالهم حسنات ويجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء. واللي مريض الله يشافي ويعافي الله سبحانه وتعالى يطبوا بالطب دياله. واللي ما عندوش الله ينفق عليه. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب اخويا. اللهم امين. سي طيب الله يعطيك السلام. كنت هضرت معاك ربما هذا شي 20 يوم ولا 25 يوم على حساب داك المشكل ديال النفقه ديال داك السيده اللي داعياني. اياه. فالله يعطيك السلام والله يرحمكم الوالدين لا انت ولا المحسنين ولا المستمعين. فالله يجازيك بخير سي طيب لما وقفوا معنا الله يعطيك السلام. لان هاد السيده هذه انا ما عارفش يعني وقتاش تنفذ. يجي الجدارميه تجي مثلا بحال هكا يعني شي مفوض قضائي ويقول لك تخلص وتمشي للسجن. هاد الشيء هذا ما عندوش مثلا شي وقت ولا شي حاجه. ينفوا غدا بعد الله يستر تجي. فانا كنكون في حاجه مثلا غير جالس هكا في البيت ديالي كنسمع الدقان وربي راه شاهد. تنقول صافي هذا المفوض جا صافي هادو الجدارميه جاو وما عنديش الحاج باش نخلص. وانا راني داخل في شجره هلال للمكفوفين ولدي المؤنث ديالي غتكتبوا سرغيني حماني من مدينه فاس. غيطلع لكم الفيديو ديالو غتشوفوا الحاج داك الشريك اللي كاين ومصور الشهاده ديال الاعاقه بانني كفيف وداير داك الحكم ديال النفقه حتى هو راني مصوره من الوجه ديالو مضربينه بانني المحكمه حكم عليا بمليون و52 الف ريال. انا الحاج ما عنديش ماش ما عنديش حاجه نبيعها وما كنطلبش ما ناكل. اللي قسم الله سبحانه وتعالى واكلين الشكل هذاك مع الوالده والاخت ديالي وهذا الشيء اللي كنطلب. كنطلب انا غير النفقه هذه الشكل هذاك تحيد عليا. واخا خويا ولكن بيك. ولكن اللهم لك الحمد واخا هكا ربي نعم علينا بالصبر وربي نعم علينا بالانس به وربي نعم علي بالمحبه كيبغيني الله سبحانه وتعالى وتنبغيه واللهم لك الحمد وربي نعم علينا يعني ب ب شغادي نقول لك بواحد واحد السعاده الحمد لله. واخا يعني ما كاينش شي مدخول حتى 50 درهم في الشهر. 50 درهم ما كاينش الحاج. السي سرغيني يا خويا دابا شحال السن ديالك تقريبا السي سرغيني؟ عندي استاذ راه عندي شي 50 سنه yeah. والوالد متوفي. وشنو هو العمل اللي كنت تقوم به من قبل؟ لا استاذ انا كنت هذه شحال كنت انا كوردوني. إيه؟ فهمتي؟ إيه؟ كنت كوردوني كنت كندير داك الشيء ديال الصاله ولكن بعد الله سبحانه وتعالى من خدا الضوء والبصر وماشي عز فيه هو اللي عطاه هو اللي خداه سبحانه والدور هاد الدور البصر استاذ يعني راه بحال شي واحد كنسلفك شي بيل غادي نسويها في الظلام دامس ملي وصل فيه مع الدار قال لك راه داك البيل وكمل الدار هكا على الظلام. الله اكبر. لا إيه الله سبحانه وتعالى عطاه هاد الشيء هذا والله سبحانه وتعالى غادي يعوضنا راك عارف الحديد الله سبحانه وتعالى اللي قال فيه الله سبحانه وتعالى اللي خدا اللي كيخذ له ربي العوينات كيعوضوا حبيبته فصبر ليس له جزاء الا الجنه. راك عارف احنا اللهم لك الحمد ربي عاطينا الصبر وهذه بشرى هذه بشرى ديال الصبر بشرني بها الله سبحانه وتعالى يعني وانا ناعس بلا ما نقول لك الا قلت لك غتقطع عليا الخط. انا ماشي نقول لك فسر لي وانما الا قلت غادي تقطع عليا الخط. البشرى زوينه ولكن نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يفرج ان شاء الله. الله يحفظك سي السرغيني. بغيتك تكلمنا شي شويش على الانسان اللي كيسامح. اييه وعندي واحد الحديث واحد الحديث قدسي. نعم. بغيت نقوله لك وهذا الحديث هذا يعني راه فيه واحد يبغي نقولوا فيه واحد الصف على ذوك الناس هذوك اللي هما غافلين على الله سبحانه وتعالى وفيه بشرى ذوك الناس اللي كي اللي غاديين في الطريق المستقيم اللي جات على خاطرك نقولوا لك. اي خويا وانت يعني الحمد لله فسروا للناس هكا اللي وانت فسروا للناس. واخا خويا باذن الله. فالله سبحانه وتعالى وبغيتك تقول هذا الحديث واش صحيح ولا ما صحيحش الا عطاك السر لان انا كنت تنتصنت على الكاست هذه شحال وبقى هذا الحديث هذا لاصق لي في الدماغ ديالي. اييه. الله سبحانه وتعالى كيقول لو يعلم المدبرون عني كيف رفقي بهم وانتظاري وشوقي لتركي ذنوبهم لتقطعت اوصالهم من محبتي ولو ماتوا شوقا الي
إذا كان هذا حالي بالمدبرين عني فكيف يكون حالي بالمقبلين علي؟ وحد عطيت الله يكثر خيرك الحاج واسمح لي. أيام وجاي. فاللهم اشفي كل مريض وارحم كل ميت واهدي كل ضال ووسع على كل محتاج واغني كل فقير وعلم كل جاهل. هاد الناس المحسنين الله يعطيهم الله سبحانه وتعالى مفاتيح الجنة ويدخلهم الجنة بغير حساب. وانتم الأستاذ ديالي والسي أحمد الشرعي فاتحين هذه الأبواب ديال الإذاعة وفاتحين القلوب ديالكم، الله يفتح عليكم الأبواب المغلقة ويفتح لكم أبواب الجنة يا ربي، والله يكرمكم الله سبحانه وتعالى بالرزق الوافر يا ربي. وسمح للأستاذ والسلام عليكم. الله يحفظك أخويا سي سرغيني، شكرا لك شكرا لك. وكان نقول للسادة المستمعين اللي بغى يساعد سي سرغيني أنه يزور القناة، قناة هلال للمكفوفين، وتما غادي يكتب السرغيني من فاس غادي يخرج ليه الفيديو ديالو وغادي يلقى رقم الهاتفي ديالو غيتواصل معاه وغادي يقدم لي المساعدة الممكنة، إما مساعدة مالية وإما مساعدة قانونية قضائية. كاين بعض المحامين والمحاميات أهل القانون كيقدموا المساعدة كيعرف كيفاش يتدخل في هذه الأمور، أو بعض الإحسان كيقدم لي واحد القدر مالي باش يقدر يدفع الصندوق ويأخذ الإعفاء. فالطريقة سهلة أنه يزور عبر شبكة الإنترنت يشوف يكتب قناة هلال المكفوفين ويكتب أحدها سرغيني من فاس وغادي يلقى إن شاء الله كل هذه المعلومات. ونطلب الله سبحانه وتعالى سرغيني الله يجازيك بألف خير، اللهم تعالى ينور لك الطريق ديالك، اللهم تعالى يعوضك خيرا هذا الشيء كاع اللي ضاع لك، ربي يعوضك خيرا منه فضلا منه وإكراما. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وفعلا الموضوع اللي طرحته هو موضوع ديال التسامح، هو مهم للغاية. أنك عشتي هالتجربة ديال الزواج اللي ما قدرش لي الله أنه يستمر وكانت النهاية ديالو هي الطلاق، ولو كان الناس عندهم التسامح فيما بينهم ما كان وقع الطلاق. التسامح هو واحد قيمة أخلاقية عظيمة وكبيرة جدا، إلى الإنسان اهتم بها فعمره ما غادي يلقى لا, لا, لا عتاب ولا, ولا, ولا ألم ولا شجن. يكفي أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله تعالى يأمر عباده المؤمنين تكون فيهم الصفة العفو والصفح، العفو هو خلق كريم والصفح أكثر منه. يعني العفو هو كنتسامحوا، لكن الصفح يعني كنحاول ما امكن ما نعاودش نذكرك بما فعلته في حقي، ماشي واحد نقول لك واش باقي عقل درتي لي كذا وكذا، واش باقي عقل فعلتي بي كذا وكذا، لا ما نقولهاش نهائيا. هذا هو خلق ديال 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 العفو والصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله تعالى كيقول لنا واش نتوما كتحبوا ان يوم القيامه ملي تجي بالذنوب وبالمعاصي وتلقى بان الله تعالى قد غفر لك، ان الله تعالى قد سترك، ان الله تعالى اعطاك ما تريد؟ اكيد ان الانسان غادي يشعر بواحد الشعور عظيم ملي غتلقى الله غفار رحيم. هذا الخلق كل من كان فيه في الدنيا كان كيسامح وكيتساعد مع الناس، كذلك الله تعالى غيتسامح معه. احتاج في بعض الاثار أن اللي في التسامح أنه يوم القيامة يقال له من القبور إلى القصور أدخل الجنة بسلام بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب مباشرة في خلق ديال التسامح. وهذا الخلق راه عظيم جدا وحنا في أحوج إليه باش يكون معنا. وربي قال لنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللي في هذا الخلق وكيتعامل مع الناس بالإحسان أكيد أن الله سبحانه وتعالى غادي يجازيه بإحسان عظيم وغادي يجازيه بخير كبير وغادي يلقى في الدنيا الأثر ديالو والثمار ديالو في الحياة الدنيا، عاد من بعد يلقى الخيرات في الآخرة. عكسه هو الإنسان اللي كيكون ناكر للجميل، ناكر للإحسان، دائما كتلقاه دائما كيشعر غير كيحصي العيوب وكيحصي الخطايا وكيبقى شادة في قلبه وكيبقى دائما يذكرك بها، واش عقلتي ديك النهار اش درتي، واش عقلتي ديك النهار فعلتي كذا وكذا. هذا الانسان
اللي فيه هذه الصفه والعياذ بالله، حتى هو كيقول لي الله يوم القيامه كيتعامل معه بمثل، ولا كيقول لي وقفوهم انهم مسؤولون، كيوقفك الله بين يديه وكينادي المنادي فلان ابن فلان، وكينادي عليه وكيبدا يسال فيه عن كل شاده وفاده. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم. وهذه دعوه للتسامح، كنشكر سي سرغيني ذكرنا بها. اكيد ان كل واحد منا الا وعنده نزاع او خصام او شنآن مع واحد الجهه معينه، حنا في هذه الليله الطيبه المباركه ليله الجمعه بغينا نكونوا كلنا متسامحين، نقولوا عفا الله عما سلف. غتقول لي وانا اش غشيط ليا، حيت الانسان كيبغي التعويض. اللي غشيط لك اللي غادي يعوضك هو الحق سبحانه وتعالى، اذا اعطاك ادهشك واجزل لك العطاء. وخصوصا بعد ان عشنا المحنه ديال الزلزال، المحنه ديال الزلزال، حنا محظوظين ان الله تعالى مد لنا في العمر. كان بالامكان نكونوا ربما شفنا الموت، كلنا شفنا الموت، شفنا الموت امامنا، وربما كنا غنكونوا تحت التراب تحت الانقاض ربما، وننسى كاننا لم نكن ابدا. ولكن الله تعالى من رحمته الواسعة زادنا في العمر وزادنا في المدد. خصنا لابد نقول عفا الله عما سلف. حياتنا قبل الزلزال كان لها معنى، وحياتنا بعد الزلزال صار لها معنى آخر، معنى نكون أقرب إلى الله تعالى، أكثر تسامح، أكثر عفو، أكثر نمد أيدينا بالعطاء للآخرين، وننظر إلى الأشياء بإيجابية، وكل شيء اللي بقى لي نربح، اللي عندنا دابا الآن غربح، كل ربح من عند الله تعالى. فهذه دعوة للتسامح في هذه الليلة الطيبة، ليلة الجمعة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.